رجل مسافر من الرياض إلى مكة وأحرم من السير الكبير بعمرة يوم الأحد وأخذ رجل مسافر من الرياض إلى مكة وأحرم من السير الكبير بعمرة يوم الأحد وأخذ العمرة ويريد أن يسافر إلى الطائف غدا للتمشية، فهل يجوز له أن يحرم من السيل بعمرة ثانية؟ هذا طيب، هذا طيب زيادة خير. إذا أدى العمرة ثم خرج للطائف أو غيره من خارج المواقيت ثم رجع إلى مكة بعمرة ثانية، هذا طيب، نحسن شيء، هذا متابعة للخير. قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة. نعم.